دائما بسم الله نبدأ ونواصل معا مقرر تنظيم حاسبات 2. نحن في الباب الأول ما زلنا، وهو بعنوان Central Processing Unit، وفيه ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 18 Data Manipulation Instructions، تعليمات السيطرة أو العمل على البيانات. انتهينا في الدرس السابق باستعراض عدد من تعليمات نقل البيانات، وقلنا أنها تسبب نقل البيانات ولكنها لا تغير محتوى البيانات. أما في هذا الدرس فننظر معا إلى التعليمات التي تجرى على البيانات وتتسبب في تغيير محتواها. Data Manipulation Instructions 3: Arithmetic Instructions، تعليمات لإجراء عمليات حسابية. Logical and Bit Manipulation Instructions، تعليمات منطقية أو لتغيير البيتس في الداتا. وأخيرا Shift Instructions، تعليمات لإزاحة البيانات في أي من الاتجاهين، يمين أو يسار، أو إزاحة دائرية. نبدأ Data Manipulation Instruction باستعراض Arithmetic Instructions. الجدول الذي أمامنا هو جدول يحوي عدد من التعليمات المستخدمة لإجراء عمليات حسابية على البيانات. هذا العمود يعطي اسم التعليمة، وهذا العمود يعطي اختصار أو رمز التعليمة المستخدم في البرمجة. أول تعليمة هي increment، والإنكريمنت هو زيادة بواحد، زيادة محتوى السجل بواحد، يعني R1 زائد 1 هي نتيجة لإنكريمنت محتوى السجل R1. التعليمة الثانية decrement، وهي عكس الإنكريمنت، وهي نقصان محتوى السجل بواحد، decrement R1 minus 1. طبعا increment وديكريمنت هي عمليات حسابية تجرى على محتوى سجل واحد، لا تحتاج إلى طرفين، ولكن العمليات التالية مثل الآد والسبتراكت والمولتبلاي والديفايد والآد ويز كاري والسبتراكت ويز برو، هذه تحتاج طرفين، لأننا نجمع مثلا محتوى سجل واحد زائد محتوى سجل اثنين في الجمع، أو نطرح R7 minus R5 في الطرح، وهكذا. فالتعليمة الآد هي لجمع طرفين أو two operands، نسميهم في الحاسبات الأوبرانس، بيانات التي نشتغل عليها نسميها الأوبراند، فهنا نحتاج two operands، بينما في الانكريمنت والديكريمنت نحتاج 1 اوبرال حتى نزيد بواحد او نطرح قيمته بواحد. كذلك في السبتراك نحتاج 2 اوبرالز، ملتبلاي 2 اوبرالز، ديفايد 2 اوبرالز، اد ويز كاري 2 اوبرالز، سبتراكت ويز برو 2 اوبرالز. الفرق بين الاد والسبتراك العاديه والاد ويز كاري والسبتراكت ويز برو، اننا هنا يجب أن ننتبه إلى الكاري، هل النتيجة فيها كاري نهائي أم هل نتيجة الطرح فيها استلاف أو برو نهائي. التعليمة الأخيرة في تعليمات الأريثمتيك هي النيجيشن، نيجيت أو إيجاد التوس كومبليمنت للأوبراند، هذا يسمى النيجيت، إيجاد المتمم الثنائي الثاني توس كومبليمنت. إذن
هذه قائمة بالارثماتيك instructions، وهو النوع الأول من أنواع الداتا manipulation instruction. نذهب الآن لنرى النوع الثاني. Data manipulation instruction من نوع logical and bit manipulation instructions. انتهينا قبل قليل من العمليات الحسابية arithmetic. الآن نحن في تعليمات إجراء العمليات المنطقية. في هذه القائمة نجد clear. clear بمعنى تصفير محتوى السجل. clear يعني اجعل جميع البيتس الموجودة في السجل تساوي صفر. التعليم الثانية complement. complementing هو إيجاد المتمم الأول. once complement. التعليم الثالثة هي الأند. الأند المعروف بين اثنين operands. وتعليمة الأور الإكسكلوزيف أور. clear carry لو كان هنالك carry ناتج من عملية سابقة نريد أن نصفر هذا الكاري. clear carry. set carry جعل الكاري واحد وليس صفرا. complement carry اعكس الكاري. complement هي إيجاد المعكوس كما نعرف. هنالك تعليمات لتجهيز الاعتراض في سريان البرامج في الحاسب. الاعتراض في سريان البرامج يسمى الانتربت. يكون البرنامج ينفذ وفقا للتسلسل المعهود له وفجأة يطرأ طلب أو سبب لوقف هذا التسلسل والاستجابة لعارض أو لمسبب مثل أوامر الطباعة وغيرها. فإذا كنا نريد أن نفعل الاعتراض نحتاج إلى تعليمة منطقية تسمى Enable Interrupt وتختصر بـ EI Enable Interrupt. وإذا كنا نريد العكس نريد إبطال عملية الانتربت نستخدم تعليمة منطقية تسمى Disable Interrupt TI وهي توقف الاعتراض الذي قد يحدث لسريان البرامج. طبعا غني عن القول إنه التعليمات الحسابية والتعليمات المنطقية كلها تنفذ بواسطة دوائر منطقية. وواضح في جدول التعليمات المنطقية أن هنالك عدد من البوابات التي نعرفها يمكن أن تقوم بتنفيذ هذه التعليمات مثل الأند والأور والإكس أور والكمبليمنت. نذهب الآن إلى النوع الثالث من أنواع الداتا مانيبيوليشن إنستركشنز. في هذا النوع وهو يتعلق بتعليمات الإزاحة قائمة بالتعليمات المستخدمة في إزاحة محتويات السجلات. ونعرف أن الإزاحة إما أن تكون إزاحة منطقية أو إزاحة حسابية أو إزاحة تدويرية أو دائرية. فهذه إزاحة منطقية Logic Shift Right أو Logic Shift Left، وهذه إزاحة حسابية Arithmetic Shift Right و Arithmetic Shift Left. وباقي التعليمات الأربعة هي تعليمات إزاحة دائرية إما بالكري أو بدون كري. وفي دروسنا السابقة وضحنا ما هو الفرق بين الإزاحة المنطقية وبين الإزاحة الحسابية وكيف تتم عملية الإزاحة للبيانات. نؤكد مرة أخرى أن جميع أنواع الإزاحة يمكن أن تكون إلى اليمين أو
إلى اليسار. إذا حاد، إذا كان هذا هو محتوى السجل بالبيتس من بيت 0 بيت 1 وحتى بيت N، فإننا يمكن أن نزيح هذه البيانات إلى اليمين مثلا، إزاحة منطقية إلى اليمين، يصبح المحتوى بعد الإزاحة هو B1 وحتى BN، وهنا يدخل صفر. نفقد البي زيرو، يفقد هذا يفقد، وندخل الصفر هذا ندخله. هذا مثال لإزاحة منطقية إلى اليمين، وجيك شيف راي وهكذا. طبعا الفرق بين الإزاحة المنطقية والإزاحة الحسابية إن الإزاحة الحسابية نجريها على البيانات الثنائية المؤشرة أو Signed Binary Numbers، وفيها يجب أن نعمل حسابنا لإشارة الرقم قبل وبعد الإزاحة، ومعرفة ما إذا كان هنالك Sign Reverser أو انعكاس في الإشارة أو Overflow كما يسموه أو لا. كمثال للإزاحة الدائرية إلى اليمين، لنفس هذا المثال الذي كتبناه في ذلك الاتجاه، بيانات من بي صفر بي واحد وحتى بي ان، إذا عايزين نعمل لها إزاحة دائرية إلى اليمين تصبح بي زيرو صفر صفر بي ان، والبي زيرو تأتي من هنا، تذهب من هنا وتأتي من هنا، تدخل من الناحية الأخرى، هذه روتيت رايت. هذا فقط للتذكير بهذه العمليات التي درسناها في درس سابق، وإلى الدرس القادم.